وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد كبير من مسؤولي الإعلام والصحافة ورؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية والصحفية، أعلنت الشركة المتحدة أنه يجري تطوير الإنتاج الدرامي والسينمائي لعرض أعمال درامية جديدة على مستوى راقي على مدار العام. خدمات الإنتاجية أظن أن احنا زي ما كان الفيديو بيتكلم، احنا في مجال الإنتاج كان فيه حاجة مهمة جدا، أن في وقت ما تراجع إنتاج الدراما اللي موجود فيه على الشاشات، لأن بقى فيه إنتاج يمكن يكون مش مصري كتير، وفي حين أن احنا عندنا القامات المصرية اللي تقدر تقدم إنتاج وإبداع عظيم. وعشان كده شركة سينرجي فيلم وشركة سينرجي أدفرتايزنج اشتغلوا على تطوير في المحتوى في السينما والمحتوى في الدراما، وانضمت كمان شركة ميديا هاب، انضمت جديد للمجموعة جوه المجموعة، وبتنتج أيضا للدراما أعمال مهمة اللي هنشوفها كتير في الأوقات اللي جاية.